قال وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتراك إن روسيا تحشد على الحدود مع أوكرانيا 19 مجموعة عسكرية شبه تكتيكية، ويقدر عدد أفرادها بأكثر من 77 ألف شخص. هذه الوحدات تضم أيضا نحو 1000 دبابة و2300 مركبة قتالية وأكثر من 1100 نظام مدفعي، إلى جانب نحو 400 نظام لإطلاق النار. وزير الدفاع الأوكراني أشار إلى أن هذا الحشد العسكري يكشف عن النوايا العدوانية للكرملين.